احنا اول يمكن سلايد طبعا الاول بدي اشكر يعني المنظمين الدكتور عبد الله الحقيقه والزملاء هون كلهم عملوا جهد كبير لحتى يعملوا يعني المؤتمر الناجح على ثلاث ايام كلها ترس المحاضرات ما شاء الله يعني رب العالمين. بدي اذني هذا الشيء. لو تحكي عن السل اسمحوا لي بس تليفون انه جراحة السل الرئوي هي تطورت مع تطور الجراحة الصدرية، يعني الجراحة الصدرية صارت مع تطور العلاج الجراحي للسل. لذلك انا قسمت هالفترة هي الحقيقة لأربع أقسام. انتوا قلتوا هلا بسلايد السابق انه أول دواء للسل هو ستربتومايسين عام 1943. قبل هالعام هاد شو صار كان الوضع؟ كان في وضع مأساوي في العالم كله في أوروبا، لأنه كان السل هو عبارة عن اجتياح وبائي يفوت بالمهجع تبع العمال، يعني هذو كلهم شباب يروح ميتين كله، المهجع كان ميتين كله، ما في علاج، سوء تهوية، سوء تغذية، ولذلك الناس يعني الناس اضطربت إنه شو هالوباء اللي زي صار يقولوا له يدعوا عليه الله يبعث لك سل، بتعرفوا إنه هذا يعني هيموت، ما في منه ما في نتيجة. لقوا انه طيب ليش عم يصير مع هذا في سوء تغذيه مع فقر مع سوء تهويه، شو بنساوي لكان تعال نعمل مصحات، وبالتالي عملوا مصحات على قمم الجبال ياخذوا الناس معهم سل يغذوها وتهوي جيده ربما يتحسن، ومنها القدموس مستشفى القدموس وكان مصح، ومنها مستشفى النفيس كان مصح ابن النفيس دكتور بشير بيعرف هذا يعني هو المعني بهذا الموضوع، ويجدوا للسل هذول لحتى مصح يقرروا انه المرضى يحطون هني يحجرون حتى ويطعموهم وتهوية يعني الهواء النقي ربما يتحسن. الحقيقه كان تحسن كثير ما في دواء يعني نوعي لهذا الموضوع، انما شو اللي صار انه وجدوا صدفه ليش هذا ما اشهر انه اللي عم يصير معه ريح صدريه عفويه عم يتحسن. منيح معناتها هذا عم يخلص تحت السلي عم يشفى، تعالوا نعمل ياتروجينيك نيموثوراكس. صار في اجهزه بيشفوا هالمريض بيحقنوا هواء بقلب الجيم لحتى يلتمس الفص بسموها ياتروجينيك او سموها كولابس ثيرابي. لقوا شو هذا محقن بعد ثلاث اسابيع بتروح ريح صدريه، بيحقنوا بتروح صدر صدريه، شو بدنا نلاقي شغله ما تروح، ما كان بيقدروا غير يعقموا مواد معدنيه منها الرصاص البلوم بالفرنسي، لذلك صاروا يعقموا كرات رصاص ويحشوها على الكهف لحتى يخلصوا، سموها بلوم باج بالفرنسي وقتها، طبعا هي جسم اجنبي عم يتقيع ويأنتر وكذا، فصار بدهم عده سنوات يشتغلوا بس في اختلاطاته. الى ان قالوا طيب شو اللي بيخلوا الرئه منتشره؟ الاضلاع، تعالوا نجيب الاضلاع. فعلا صار شيء اسمه شيست وول ثوراكوبلاستي، يمول ثلاث اضلاع بعدين ضلعين بعدين ضلعين بهدف خمص الكهف السلي، ربما ممكن انه يشفى، فلقوا بعض النتائج يعني هاللي ممكن تكون احسن من قبل. حقيقه هي نتائج متواضعه الى انه جاءت شيء بعد 1950 يعني بلشت الادويه المضاده للسل تطلع ولقوا بلش يتحسن بقى العلاج، مريض ما عاد يصير للجراحه ويشرب الادويه الى اخره، فقل السل كثير وحتى بعد 1995 قالوا نحن حنقضي على السل بجوز قبل 2000. وفعلا الحقيقه قلت الحالات وصار حتى علاجات يمكن مختصره صارت الى اخره، لكن مع الاسف بعد 2000 او اخر القرن الماضي بلشت امراض نقص المناعه، الايدز والادويه والادويه الكيماويه والسرطانات وكذا، فصار في رده لسل معني مع الاسف وبده علاجات معقده. استاذ عبد الله شو هذا؟ تمام هلا شوفوا هدول حيا هون ثوراكوبلاستي هون قايمين الاضلاع العلويه وهون حاشينه بكرات بلاستيك معقمه بهدف قمص، يعني هذا اسمه البلومباج، هون كان بلومب كان رصاص بس هون كرات من
هدف خمس كهوف سلية، طبعا هي الطرق القديمة اللي بطلت ما عاد لها أي دور. اليوم الحقيقة إذا بعد ما صار ممكن نفتح الصدر وممكن نستأصل الفص الرئوي، نستأصل الكهف السلي، اختلف تمام الانديكيشن. ممكن نلخص الانديكيشنز تبعهم بست نقاط، ولكن أنا هدول ما أحكي عنهم النقاط السفلية. رح أحكي إنه في عندي أربع مجموعات من الاصطبابات. إذا كان المعالجة الطبية فشلت، أو إذا في عندي سل جنبي، شو ليش نجي عند الجراح، أو إذا في عندي complications of scanning من أثر السل القديم، فإمتى وشو بيساوي الجراح بهالحالة. الحقيقة أكثر عملية إحنا إجراءاتنا جراحية بهدف تشخيصه. لذلك إذا كان في عندي كثافة رئوية غير مشخصة مثلاً، أو في عندي ضخامات عقدية ونصفية غير مشخصة، أو في عندي انصباب جنب غير مشخص بالطرق السريرية والبزل وما شابه. هل ظل المدور كيف نصل لتشخيصه أستاذة لبنى؟ ظل المدور الساحرة المريضة عندها كان سرطان ثدي، أخذ معالجة كيماوية وإجاها إيتها الظل. ممكن يكون هذا انتقال، ممكن يكون شو؟ تمام. اللي عم نحكي عليه إذا ممكن يكون هذا، ممكن يكون نقيلة، ممكن يكون سل، أنا هي أقل معالجة كيماوية، ممكن يكون فطر إلى آخره. شو بيساوي هذا إجا للجراح؟ شو بيساوي له؟ سي تي، والله يمكن في سي تي. شايفين كيف اذا في تشخيص تفريقي مهم انه في عندي كثافه المريضه اصلا عاجله سرطان ثدي، هي في طريقه غير لتشخيصها؟ نعم، بيوبسي. بتفوتوا له بالابره من هون؟ عفوا. شو نساوي؟ شو فيكم تفوتوا لها؟ عميقة شوي. عمرها يعني بال 45. شو بنأكد تشخيص؟ بالتنظير بعيدة، بالتنظير الصدر بعيدة، القصبات ما فينا نصلها، الـ FNA كمان شوي بعيدة، ممكن تعمل ريح صدرية. هلا هدول بيبعثوا لنا اياهم، كان نستأصلهم بقصد التشخيص. إذا هي أحد الأشياء اللي بتجينا بقصد التشخيص. واللي إحنا عنا اليوم صار عنا VAT Video Assisted Thoracoscopic Surgery، يعني أول ما نفتح صدر كبير نفتح مثل جراحة بطن التنظيرية، ومنستأصلها مع وجه، نستأصلها مع وجه مثل ما نكون شايفين، ونبعثها للتشريح مرضي حتى يعطينا. هي طلعت تبركلوز. يعني لسه ما حلها يصير، يعني لانه هي جديده. تماما، بس القصد انه طلعت هاي تبركلو. اذا هي احد الحالات اللي بتجي. هي حاله ثانيه، حاله ثانيه مريض عنده هالضخامات العقديه بمثلث باريتي، كمان اجانا للتشخيص. إذا طفل تي بي وإذا كبير، شو بدنا نأكد؟ تنظيف قصبات ممكن. هلا إذا في عندك ترانسيت تراكيال بيوبسي، هي يمكن ما بعرف إذا في حدا هون بيعملها، بس بتعمل FNA بس ما بتعطي بيوبسي. هذا ممكن. عم يصير عندنا ترانسيت تراكيال إصابة؟ قليلة، ما بدا يعني الجاي هذا يعني بدي خاصة. هلا هدول بيبعثوا لنا اياهم لحتى نعمل شيء اسمه ميدياسينوسكوبي. هو عبارة عن جرح هون بالعنق، وبندخل هذا المنظار ما هيك. الميدياسينوسكوبي ممكن يشوف كل شيء عقد امام وحول الرغام اللي عنده تفرع رغامي بشق صغير 3 سم بالعنق. بطريقه فنيه كثير احيانا ناعمه، ناخذ خزعه ما حنشغل الخزعه. هي كمان احد الحالات اللي تجينا بالتي بي لحتى نشخصها جراحيا. وقت تكون فشل المعالجه الطبيه، هي اسوء انواع
الحالات اللي ممكن تجينا، حلو تجينا هي المريض من خاف لانه هذا مريض عاده بيكون معند. هلا الاساتذه الدكتور بشير، الدكتور وحيد، الدكتور عبد الله، زملائي كل اللي بيقولنا اذا اجى مريض عنده معند على شو بتعملوا له طبيا؟ ثانيا بيقولوا لنا دبروا لنا اياه، هذا بيرجعونا لقبل عام 1950 لانه هذا التداخل عليه تداخل مخيف. الخياطة ما بتعلق على القصبة، بتعمل تستقص القصبة، بيعمل ناسور قصبي جنبي ما بيشفى كل عمره، لذلك بنحاول نلاقي له شيء دوباره ايام نهرب منه. حقيقة مع العلم انه بالبلاد الغربية هو اكثر استطابات لفتح الصدر بالسلك، احنا هو اقل استطابات. طيب هلا هالمريضة مثلا او مريض والله مثل مريض اجانا بتخرب رئه يسرى سلي من شاء الله، شو نسوي له؟ تمام تمام. هذا الكلام حقيقة يعني لا لا، انه اذا كانت عرضيه من عالجها. انا عندي مريضه هلا صار لها اكثر من 5 سنين مخرب الرئه تبعها، قلت لي ما بدك تعمل عمليه؟ لا لا ما بنعمل لك عمليه، لا عندها امكانات متكرره، لا عندها نفس دم، لا عندها ضيق نفس، لا عندها شيء. اذا كان صار ضيق نفس بسبب شنط، طبعا شنط ايمن ايسر، اذا نفس دم، اذا في امكانات متكرره بنعمل لها عمليه بصرف الله، اذا لا بنتفق. احنا عم نحكي علم غير يساوي. هلا الدورال تبركلوز الحقيقه هذا مجال كثير بيجول عنا، كثير بيجول عنا. وهلا انا بدي استعين بالدكتور وحيد بزملائي الدكتور عدنان، مشكور على المحاضره القيمه فعلا اللي سريت فيها. اي والله. طيب هلا هذول اما بيجوا لقصد مشخص اذا مو مشخص بالبزل وبالخزعات العمياء، وبيجوا لعنا اذا كان في عنا امبيما مشان نعمل لهم درينيج، وبيجوا لعنا اذا في ترابدلان لنعمل لهم ديكورتيكيشن، وبيجوا لعنا اذا كان في عنا برونكو بلورا فيستولا مشان يا اما نفجرهم او نعمل استئصال لهالفيستولا. هالمريض هذا شاب بعمر 25 سنه اجت بهالصوره. مين عنده دراسات عليا؟ جراحه. قوم يا قل لي شو زيدون شو مساوي له هذا المريض؟ ارفع صوتك بس اسمك. انصباغ جنب حر ايسر. اي بزل بزل. قديش نسبة انه يطلع كوخ ايجابية بالبزل؟ 25 سنة. قديش نسبة انه يكون ايجابية يعني سمير اذا هيك فحصنا تحت المية؟ قديش سعر دكتور عدنان؟ دكتور وحيد قديش؟ 15%. ان النسبة تكون ايجابية فورق اذا زرعت 30%. اذا تاخذ خزع عمياء قديش بوصلوا لخزع عمياء السنة؟ 60-70 مو اكثر. هلا هدول هن بيجوا لعنا حتى نعمل لهم ثوراكوسكوبي لحتى ننظره. في عنا نعم 1997 كان عنا اول جهاز تنظير صدر في المواسع، هو عبارة عن بدئي كان حقيقة بدون كاميرا، نطلع من هون وفي عنا ورك شانل من هون، نسحب السائل ومندخل الملقط بلقط خزعة، ناخذ خزعات موجهة اسمها ثوراكوسكوبي جايدد، يعني احنا عم نشوف الحبيبوم وناخذ منه خزعة. زاد تكون ايجابيته تتصل فوق 98%، ليش؟ لانه عم نشوفه بعدين ناخذ منه خزعة. هذول كمان كثير حالات فيها. هلا كل اسبوع اسبوعين شباب هلا اليوم بالمواسع يا بيجينا بسبب ورم يا بيجينا بسبب سل، فالشباب اللي بفوتوا اذا بسبب ورمي بياخذوا خزعات، اذا بسبب سل ورق عفوا اذا سل بياخذوا خزعات نباتوا على العلاج السلي، واذا كان ورمي بيعمل له ايثار جنب. امبيما معروفه بدها تفجير صدر ما تكون شايفين، علاج مهم بالنسبة لها. هلا هي حالة نصف صدر ظليل فجرناها طبعا سلي. شو صار بالرئة؟
تمت ترابل محبوسة. هون كمان تجينا هاي الحالة لحتى نعمل لها الحياة ديكورتيكيشن، نقيم هالقشرة عنها لحتى ترجع تنتشر وتعبي جو اليوف الصور. الفستولا طبعا أسوأ شيء بالبرونكو كلور الفستولا إذا كان لساته إيجابية عصيرته. طبعا هدول بنفجرهم مشان نحس نفكر الضغط عن الرئة، بس هدول بيتموا بينقلوا انتان من الجو للرئة الثانية من الرئة الثانية للجو، وتم هذا الجو منتد حتى نستقصه، ما نتجرأ نستقصه لحتى ينقلب القشع سلبي. لذلك هدول حالات هي تعذبنا وتعذبكم انتوا لحتى يصل هدول كلكم معاندين الى اخره. نحن وقت اللي بيكون عندنا ندخل على مريض لساته ايجابي او يعني جديد يعني قلب سلبي، لازم ندعم الجزمور القصبي باما بثرب او باحد العضلات، بس مع الاسف هذول مسلولين هذه صار الاستئذان بيكون عضلاتهم نحيفه ضامره والثرب ما في ثرب تقريبا يعني، لذلك انهم فعلا بيعزبوا مني. هلا هاي حاله ما بنساها بحياتي لسه هلا متذكرها، صار لي اكثر من 25 سنه عامل عمليه. مريض عنده كان تقيح جم كم سنتين حاطط مفجر الصدر، هو رايح جاي في يعني طالع قيح طالع وسط طالع قيح. بالمناسبه تقيح الجم بعد استئصال الرئوي يعني ما في رئه تنتشر هو أسوأ اختلاط في الجراح الصدري، لا يشفى ليش؟ لأن ما بيصل الدم للجوف، ما في نسيج. فهلون حيا بنعمل بقى العملية يعني البربرية اللي خلينا نسميها. بعد ما راحوا إجا ودبرني يا دكتور تعال ما لنا غير هالطريقة هاي. جينا وقصصنا له الأضلاع تبعه، قلنا له ثلاث من أضلاع قرب جدار الصدر للمنصف وبالتالي الدم وصل لبعضه، شفي الجوف. بس بعد كم سنة شي سنتين ثلاثة اجا ماشي هيك، يا دكتور تعال شفت لي صدري اشتغلتني فيه ما حدا عم يتجوزني لأنه عمل تشوه. إذا هي عملية مشوهة قوانين الرجع ما قدر يرجع لشيء، بس بعدين لقى من يتجوز وصار عنده أولاد وما أحلام كان شافه. الكومبليكيشن الحقيقة ودونا عدة صور زملائنا، إذا كان في عندنا كبرنوما، إذا عندنا ماسيف هيموبتايزيس مع اسبرجيلوما، برونشيكتازيس، ميدل لوب سيندروم، أو أي ديستركشن ناتج عن انضغاط بعقدة سلية قديمة، فكمان هي حالات بتواجهنا. شو رأيكم بهالكهف؟ هذا ما في عقليات سلبي، يعني سلبي نتركه ونعالجه وشوف. هلا ما في عنده عرض. بس الكهوف، تفضل شكرا. هو وفوق ممكن نتركه، بس الحقيقه الكهوف السميكه الجلد هي عرضه لانه تنكس حسب مع شويه نقص مناعه، وعرضه لانه يساوي فيها حتى هون نبلش فيها ورم فطري. السميكة الجدار يجب أن تستطع أي مستطبة لأنها بتعمل يعني هذا حكينا عنه دوني. هاي حالة أخرى وجانا مثل أحلى من الدكتور عبد الله والله مصط الصورة اللي حطيتها. عندنا ورم فطري داخل الكهف عم يدخل دم، نحن صرنا نستعين كثير بالشواعين لحتى يعملوا لنا تخفير تصميم للاوعيه اللي لانه هذا دخول جراحيا على مريض عم ينفذ دم من أسوأ يعني الريسك يعني خطر عالي كثير، لذلك بنفضل نبعثه لعنده بيصمموه شوي بوقف النزف او بفك عن يمكن داخل عليه، اما اذا عم يبق دم من قوته مخدره فوفيات كثير عاليه. فإذا أول شيء بيعطوه شيء صميم بيخفف النزف بعدين بنداخل عليه لاستئصاله. إذا عنده توسع قصبي كمان عرضي ممكن إنه يجي لعنا، طبعا يتبع نفس اصطفافات يعني الجراحية في التوسع القصبي،
مو بالتوسع قصد يقول يلا تعال نعمل لك عمليه الى اخره في اسطوات محدده. ميديال لوب سيندروم من كم شهر بعثوا لي طفل ما تقدر انتانات متكرره وهالقصه متوسط يصير كثافه بيتحسن فبنادوا اياه. طبعا ما طلع سل بس في عقده ضاغطه عليه على القصبه عم تبني. انا حاخلص هلا الاكسترابلمناري صارت ديزيز يعني اصابات الاوعيه الكبيره والتامور. التامور بيجينا حالات انسباب تامور سلي اللي احنا بنعمل لهم بالكارتر ويندو وداء بوت كمان بيتواجه غالبا اللي احنا بنستعمل للتشخيص لا اكثر ولا اقل. جماعه العصبيه اللي بيعالجوه هلا هيك مريض مثلا عنده انسباب جامد بس هذا سلي احنا ممكن نعمل له ويندو. الويندو بتفيدنا بشغلتين. شوي ويندو يعني فتحه بين التامور بجوف التامور وجوف الجام لحتى السائل يطلع من التامور على الجام حتى ما يضغط يعمل سقام تاموري. الجام بيمتصه بس بنفس الوقت الجزء من التامور اللي اخذناه بعد عالتشي مرضي بتكون ايجابيه بتشخص. يمكن هذا اخر سلايد. هلا لو متفطرت ميكوبكتيريوم لا نوزيه يعني الاميوم بوفيوم هذول معننين احيانا بنعطيهم اياهم لحتى ندبرهم اذا كان ما عنوا على المعالجه الدوائيه. السمري بالنتيجه اول كل شكرا اللي تحملتونا. ثانيا الاستطابات اللي عندنا هي اما بقصد التشخيص مثل ما حكينا أو إذا كان في عنا قصور بالمعالجة أو فشل بالمعالجة. التي بي بالبلورا له كثير يعني لنا تداخلات عليه بقصة تشخيصي وعلاجي. الاختلاطات إذا كانت عم تعطي أعراض بنعالجها جراحيا وإكسر بالمنري كمان ممكن نشوف بعض حالاتها وأخيرا منكو بكتيريوم. وأشكركم جزيل الشكر على إصراركم الوقت متأخر. السلام على المحاضرة الطيبة. أشكر جميع المحاضرين والأستاذ الحضور على هذه المحاضرة الطيبة. أشكر رابطة الشعاعيين على تنظيم المحاضرة الطيبة.